هل حصل، هل كان جدية برأيك بالأمس المشاورات حتى ربع الساعة الأخير لتشكيل الحكومة، أم للقول كل طرف يعني أنه نحن أنا أديت قصتي للعلا بآخر لحظة، يعني حتى أرسل مدير عام المراسم الجمهورية إلى الرئيس نجيب ميقاتي بالأمس؟ شو معلوماتك بالنسبة إلى هذه المشاورات اللي حصلت ليلة؟ المشاورات الجدية، آخر محاولة مشاورات جدية قام فيها حزب الله واللواء عباس إبراهيم مدير العام للأمن العام لحد الساعة 1 بالليل فجر الأحد الاثنين. هيدي كانت الجدية هون كانت، ولكن مرة أخرى اصطدموا بشروط وشروط المضادة بين التيار وبين فريق اللي عم بيفاوض من خلاله الرئيس ميقاتي. وبالآخر رئيس نبيه بري الساعة 1 بالليل قال لهم خلص أديتوا قصكم للعلا يعطيكم ألف عافية، بس طريق مسكرة ما في إمكانية أنه نفتحها. واللي صار مبارح يعني قبل الظهر لزوم ما لا يلزم، يعني ما حدا بيألف حكومة بهذا، يعني واحد عم بضب شنط وطالع على بيته وانتهت الولاية، ما بتجي أنت تألف حكومة آخر خمس دقايق. كان له مصلحة، مين له مصلحة كان بتشكيل حكومة؟ يعني بين تيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي، مين كان له أكثر مصلحة يشكل هذه الحكومة؟ لك التيار ما له مصلحة كان يشكل حكومة إلا إذا أخذ هو الوزن يلي بيريدوا فيها ليكون متحكم بالقرار بفترة الشهور الرئاسي، ويقدر يستعمل هذا الشيء في يعني استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. وبالمقلب الآخر رئيس ميقاتي ومن معه الفريق السياسي الداعم للرئيس ميقاتي ما بدهم يعطوا أكيد الرئيس عون بآخر ساعات من عهده الشيء اللي ما قبلوا يعطوه إياه ببداية عهده، فما كان في مصلحة لدى الطرفين. وهل صحيح أنه متاحين لجزء من عدد من الوزراء اللي سميهم الرئيس أصبحوا أقرب إلى الرئيس نجيب ميقاتي؟ لك في يعني اليوم مثل الوزير عبد الله أبو حبيب إنه ما فيك تعتبره عوني، قريب من ميشيل عون، بحبه لميشيل عون، بس خلفيته ونشأته وعمله السياسي وإلى آخره يعني بضل في عنده مسافة. يعني ممكن نشهد مثل ما حصل مع الرئيس إيميل لحود، يعني اليوم وزراء كان سميهم الرئيس لحود وبعدين قلبوا عليه، يعني ممكن نشهد اليوم إذا في خيارات بكرة حصل يعني قواعد، يعني بالنسبة لهذا الاشتباك السياسي راح إلى أقصى بلبنان اليوم. بلبنان تعلمنا مع مين بيوقف الوزراء؟ كل واحد بيوقف مع الواقف، كل واحد بيعمل مصلحته آخر النهار. أوكي. هذا مبدأ عام تما نحكي عن شخص معين. وبالآخر بتستغرب وقت بتشوف بيانات إنه هاي حكومة تصريف الأعمال ما عندها صلاحيات هي وما فيها هي تستلم وما فيها تعمل، ومن ناحية أخرى بتلاقي إنه رئيس ميقاتي راح على القمة العربية بالجزائر وأخذ معه اثنين وزيرين وليد فياض وعبد الله أبو حبيب. عبد الله أبو حبيب يلي هن كيف شفت هذه يلي هن التيار معينون. هذا شو بدل أولاً الرئيس نجيب ميقاتي البراغماتية التي يمتاز بها هذا، فهو يعني عم ببرد الأجواء وما بده ينجر إلى مشكل يعني مع الرئيس عون من بعد ما صار في شعور، وبالتالي أنه هو ما عنده مشكل يعني يتعاطى ببرودة أعصاب يعني أعصاب. اليوم وبالمقابل وقت اللي بيقبل الرئيس عون أو الوزير جبران باسيل أنه الوزيرين فياض وبو حبيب يرافقوا للرئيس ميقاتي على قمة الجزائر، معناتها هذا اعتراف بدوره للرئيس ميقاتي، ما هيك؟ يعني بلكي بدي بس صلاحيته للرئيس ميقاتي يعني هلا هون بلبنان ما في شيء منطقي. قلت لك يعني الشعب اللبناني كله كان مبسوط وفرحان نهار الأحد كأنه رجع الكهرباء، هذا مثل الرجيم ببلش نهار التنين، يعني بلكي بدي بلشوا من التنين، ما هيك؟ هي هي ذاتها هي. طيب كيف شفت اليوم؟ البعض شاف انه امضاء الرئيس ميشيل عون او توقيعه اليوم على اقاله هذه الحكومه او مرسوم اعتبار هذه الحكومه حكومه تصريف الاعمال مستقيله هو لزوم ما لا يلزم. رايك اليوم سياسيا اذا بدك، هل سيكون له مفاعيل سياسيه؟ لانه بنعرف اليوم تفسيرات الدستوريه في وجهتين نظر، ما له اي مفعول سياسي، ما له. هي اساسا الحكومه ما قدمت استقالتها ومنها مستقيله الا بحكم الدستور والقانون.